حكاية السلطان الصالح علي. لو عجبتك الحكاية ياريت تشاركها معنا، تكتب تعليق برأيك. السلطان الصالح علي هو أكبر أبناء السلطان المنصور قلاوون، وهو أخو السلطان الأشرف خليل. ادعمونا عشان نحكي حكاية الأشرف خليل المرة الجاية. قبة أم السلطان علي أو أم الصالح علي. مين هو الصالح علي؟ ده أكبر أبناء السلطان المنصور قلاوون، السلطان نور الدين علي. الرجل اللي ما بين قوسين محدش بيجيب سيرته خالص، يجي سيرة الدولة المملوكية محدش بيجيب سيرة السلطان الصالح علي. ظهر بيبرس كان لما تولى السلطنة بعد كام سنة، 7-8 سنين، ولا ابنه سعيد بركة خان السلطنة وهو لسه عايش، وعمل له بيعة 3 مرات، يجمع الأمراء والجيش وبتاع ويحلفوا له بالبيعة لمين؟ ليه؟ ابنه سعيد بركة خان. لما تولى قلاوون تمام؟ عمل نفس الحركة للصالح علي. طيب ده يثبت ايه؟ ان كل تصرفات الظاهر بيبرس بقت دستور فيما بعده، وأولها ان من خلع السلطان أو من قتل السلطان يتولى بعده. دي أول حاجة. تاني حاجة، اتخاذ ولاية العهد لابن السلطان في عهد في حياة السلطان، فكان أول سلطان يولي ابنه في حياته. فلما تولى المنصور قلاوون تمام، أمر بتولية ابنه الصالح علي تمام، وتولى السلطنة حوالي كام شهر. ولكن على حسب رواية ابن عبد الظاهر إن كان عنده ذا الكبد أو البلهارسيا تمام فتوفى. وفي رواية تانية بتقول ان اللي اتخلص منه اخوه خليل هو اللي سمه. طبعا الروايتين مش هما مقاربين لبعض، يعني ممكن يكون السم هو اللي اثر على الكبد، يعني هو مات كده او مات كده مش هتفرق، يعني ده منطقي يحصل وده منطقي يحصل. المهم ان من شدة حزن السلطان عليه بيحكي لنا ابن عبد الظاهر مشهد مؤلم جدا، ان السلطان قلاوون كان قاعد جنب السرير وساند على المخدع بتاع ابنه، وخلع التخفيفة والطاقية اللي كان لابسها ورماها على الارض، وبقى يبكي بحرقة ويقول ايش عملت بالملك، ايش عملت بالمال، يعني نفعني بابني، ابني الكبير. طبعا المماليك واقفين ورا الستاره خايفين يخشوا، وترونتاي واقف على الباب مانع اي حد يخش، لغايه ما ظهر صديق عمره الامير سنقر الاشقر. كنا اتكلمنا عنه كذا مره في المؤيد. سنقر الاشقر كان ليه معزه عند قلاوون جدا، بحكم ان هم زملاء من ايام الصالح نجم الدين ايوب، كان هو وبيبرس وكذا. دخل عليه سنقر وراح مقومه وراح ملبسه التخفيفه. التخفيفه ده عباره عن الشال الابيض تمام على طاقيه القلنصوه الصغيره دي. يا خاونا ده ما يصير امر الله ونفذ، ايش نسوي؟ مفيش حاجه. فوقفوا وامر المغسلين ان هم يخشوا يمارسوا الطقوس التغسيل وتجهيز الدفن، ولما جت الجنازه تنزل عشان يدفنوه هنا منع السلطان انه ينزل، لان ما يصحش العساكر تشوف السلطان منهار طبعا تمام. فسنقر الاشقر اللي مشى الجنازه ومشى الدنيا يحكي لنا ان ابن عبد الظاهر ان ام الصالح علي توفت بسبب حزنها عليه وحرقت قلبها عليه، وهي اهدت السيدة نفيسة زي ما ذكرت من شوية قنديل وزنه 4 كيلو ذهب للسيدة نفيسة للضريح بتاعه، وتمت الصلاة جنب ضريح السيدة نفيسة، وبعدين جابوه دفنوه هنا تمام. بعدها المفروض ان السلطان منصور قلاوون كان خارج لحرب عكا اللي هو راح لها مين؟ خليل، وانتصر تمام.
لكن للأسف أول ما خرج الجيش، يعني الوفاة حصلت والجيش بيخرج، كان طبعا بيتم على مراحل في خلال 6 شهور معايا. الجيش عشان يخرج من مصر كان بيتلم في حوالي 6 أشهر. في الفترة دي علي توفى والسلطان قلاوون مرض، يعني خدوه على الريدانية اللي هي العباسية حاليا وحطوه في الخيمة بتاعته وجهزها له، ونزل قلاوون علشان هيخرج بالجيش، وقع ما تعبان في الريدانية اللي المفروض الجيش حواليه مستنيه. ساعتها خليل بقى كل يوم والتاني ينزل يشوفه، كل يوم ممنوع يخش. الاول كان هو مانع، ولما راح في غيبوبة من الاسر الحزن خليل طبعا اخش لا، فكانوا بيحصروا الامير تورنتاي، يا ابن هيقتلك، قال لهم يعمل اللي عايزه. هو قتلوا فعلا؟ نعم قتلوا فعلا. طبعا ده قصة بشعة، لو عايز احكيها احكي، بس طبعا مع الاغلبية. القصد يعني منعه وتوفى الله سبحانه وتعالى منصور قلاوون حزنا على ابنه علي. بالمناسبة السيناريو ده هو اللي حصل لابنه محمد ابن قلاوون مع حفيده ابنه انوك لما مات محمد ابن قلاوون مات حزنا على ابنه بعد بسنة تقريبا او يعني نفس السيناريو بالظبط. حتى كانت ام محمد بن قلاوون خونة اشلون كانت مدفونة هنا، تمام. لما ابنه انوك توفى نقل الجثمان بتاعه وداه على مدرسة بتاعت محمد بن قلاوون اللي في شارع المعز، ونقل امه اشلون من هنا وداها شارع المعز مع ابنه، ودول الاثنين بس اللي مدفونين في مدرسة محمد بن قلاوون، تمام. دي قصة ام الصالح، وده الصالح علي السلطان اللي حكم مصر ومحدش بيجيب سيرته، نظرا لانه حكم لفترة صغيرة جدا. نعم فترة صغيرة ملحقش. وده تاني السلاطين البرجية اللي حكمت مصر. اول السلطان برجي كان مين؟ قلاوون. قلاوون الله اكبر الله العظيم. وبيبرس كان بحري؟ وقلاوون نفسه بحري.